الرحيم. السيد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والزميل المحترم الأستاذ دريس الشقر، السادة رؤساء الجمعية السابقون، السادة النقباء، زميلاتي زملائي المحترمين، السادة ممثلي منابر الإعلامية الحاضرة معنا، في اجتماع كهذا وفي لقاء كهذا وفي ظل الشروط التي تعرفها ما نصطلح عليه نحن المحامون الساحة المهنية، وفي ظل الشروط التي عرفتها مهنة المحاماة خلال السنتين الأخيرتين، ليس فقط السنة الأخيرة أو السنة الحالية، يصعب علي على الأقل، لا أقول عليكم وعلى الحاضرين لأنه أتحدث تحت رقبة قامات وهامات مهنية، هي الضمانة الحقيقية لتجاوز إن شاء الله ما نحن فيه. قلت يصعب الحديث في موضوع يتعلق بقانون مهنة المحاماة. قبل أن أوضح بعض الأمور أود بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى زميلي وصديقي السيد النقيب علال البصراوي على دعوته الكريمة بصفته رئيسا لقطاع. تقاسمنا معه كثيرا من المحطات ولا زلنا وسنتقاسم أكيد مسارا إن شاء الله مهنيا يعرف إن شاء الله تجاوز كثير من المعيقات التي نحن نعيشها اليوم. شكرا لكم على الدعوة سيد النقيب، وهي مناسبة لأشيد كرئيس بالجمعية بأدائه المتميز داخل مكتب الجمعية ومساهماته القيمة في كثير من القضايا التي نتداولها والتي تستدعي منا أن تكون أفكارنا مهما بلغت من الجودة محاطة بكثير من العناية وكثير من الحيطة والحذر في ظل الشروط التي تحدثت عنها، وهو أمر أكيد حاضر عند زميلي ونقيبي الأستاذ النقيب البصراوي وباقي السادة النقباء اللي كنشتغلوا اللي كنعجزوا بأننا كنشتغلوا مجموعين في بأسلوب يسوده الحوار، يسوده المشاركة، يسوده في بعض الأحيان كثيرا من الاختلافات، ولكن ليست الخلافات، اختلافات في وجهة النظر فقط، واللي كانت تتواكب محطات صعبة عشتها مهنة المحاماة في السنتين الأخيرتين، بحيث هاد المحطات لست في حاجة للتذكير بها واحدة واحدة لأنه لسنا هنا بصدد ما جينا شيء لهذا الموضوع، ولكن مع الأسف تلكم المستجدات استغرقتنا واستغرقت وقتنا واستغرقت جهدنا وجهدكم وأثرت لا محالة في عمل المؤسسة التي كانت دائما نبراسا مهنيا ونبراسا وطنيا بالنسبة حتى للعمل السياسي والمجتمعي في بلادنا على امتداد عدة عقود. والشاهد الحاضرون، طينة الحاضرين معنا اليوم وبعض أو كثير من الغائبين. أنا اليوم الموضوع هو يتعلق بقانون أو مشروع قانون مهنة المحاماة. أنا يصعب علي أن أتحدث في محاور هذا المشروع كما قال السيد الكاتب الأول، لا بمنطقي التدبير والمؤسساتي ولا بمنطقي كذلك حتى ما نقولش التطاول، ولكن الحديث في موضوع في حضرتي كثير من زملائي اللي
أنا آمل أن تكون مداخلتهم ومناقشاتهم بالعكس زادا لي ولزملائي في مكتب الجمعية للحوار مع من يجب والدفاع عن كثير من الأفكار التي ستخرج والخلاصات التي ستنبثق من هذا النقاش من هذا الجلسة إن شاء الله في هذه الأمسية، والتي قد تأتي لا محالة للتجويد فقط كثير من الأفكار الموجودة المشتتة. اليوم مطلوب منا اليوم أننا نجمعها فقط، أننا نجمع كثير من الآراء المتفرقة، أننا نسعى إلى تجميعها اليوم في قالب تشريعي أولا مقبول ومعقول، ثانيا يستجيب لتطلعات الفئات العريضة بل لتطلعات مهنة المحاماة بجميع أبعادها، يرجع لها تموقعها داخل المنظومة ديال البلاد ديالنا. لأننا سمحوا لي يمكن لي نأكد ولن أجازف بأننا ما اعتدنا مهنة المحاماة على ما هي عليه اليوم في المغرب، ما اعتدناها هكذا. لا أريد أن أتحدث عن مسؤولية، أريد أن أتحدث عن ملاحظة. المسؤولية نتقاسمها جميعا، ولا أثني نفسي لكن لست لي وحدي، نتقاسمها جميعا. سجلوا معايا بأننا في أوضاع تدعو إلى القلق. مهنة المحاماة اليوم، وضعية مهنة المحاماة تدعو إلى كثير من القلق، وتدعو إلى كثير من التعاطي مع القضايا المعروضة والمطروحة عليها بتبصر وحكمة وأنات، وتدعو أيضا هذا النوع من اللقاءات الرصين المعقلان الهادئ الذي ينهل من التاريخ ويأخذ بعين الاعتبار الحاضر بأوضاعه وتعقيداته ومشاكله ليستشرف المستقبل وهو المهم. سمحوا لي، ربما عندي كثير في هذا الموضوع، ما نقول لا أريد أن أعكر صفو هذا اللقاء بكثير من الأمور في دواخلي، غيجي الوقت فاش إن شاء الله نقولها، غيجي الوقت فاش نقولها في دواخلي كمحامي، لأنه أولا وقبل كل شيء نعتز بأننا أو أعتز بأنني محامي، وسأبقى محامي وسأموت محامي، وأعتز بأنني نقيب قبل جميع الصفات الأخرى ومحامي قبل جميع الصفات الأخرى. ثانيا لابد أن أرجع إلى موضوع اللقاء اللي هو مشروع قانون مهنة المحاماة. هذا المادة أو هذا الموضوع ليس وليد الساعة وليس وليد هاته الولاية للجمعية، بل الحديث فيه منذ 2012، وتعاقب عليه كثير من الأجيال المهنية وكثير من الوزراء الذين تناولوا هذا الموضوع في علاقتهم مع جمعية هيئة المحامين بالمغرب. آخرها طبعا النسخة المتوافق عليها إلى صح التعبير التي كانت موضوعة 21 محضرا منجزا بين جمعية هيئة المحامين بالمغرب ووزارة العدل، والتي بقي عالقا في موضوعها نقطة أو نقطتين ليس إلا. ثم جاءت المستجدات التي تعلمونها، وجاءت المسودة اللي ما عرفتهاش مازال مسودة ولا غادية تولي مبيضة بجميع مشاكلها وبجميع حمولتها وبجميع تفاعلاتها، بجميع تفاعلاتها مع الأسف التي لم تكن بأي حال من الأحوال إيجابية. وانتهينا في نهاية المطاف إلى فتح قناة للحوار المسؤول الجاد بعد صعوبات كبيرة جدا داخليا وخارجيا من جسمنا وخارج جسمنا. انتهينا إلى جلسة اعتبرناها على الأقل في كثير من المواضيع تستجيب لمنطق الشراكة المطلوبة في إعداد مشروع قانون لفئة من فئات المجتمع من حجم مهنة المحاماة. و
عقدنا ما اصطلح عليه بالخلوة، التي غير هذه العبارة نفسها سالت بشأنها الأقلام ديال الزملاء، في حين أن كان ينبغي أن تنصب أقلامهم على الموضوع. وعقدنا جلسة ليومين بالجديدة، مكتب الجمعية والسيد وزير العدل والسادة المدراء المعنيين بالتشريع والمسؤولين عن القطاعات، واعتمدنا كأرضية للنقاش ثلاث أشياء: أولا المحاضر المعتمدة السابقة، أي ما اصطلح عليه بمسودة جمعية هيئة المحامين بالمغرب، المسودة المعدة من طرف وزارة العدل، وكذلك ما انتهينا إليه من خلاصات ونقاشات فيما بيننا كمكتب للجمعية حول كثير من القضايا، واشتغلنا لمدة يومين بهذا المنطق. أتينا على كثير من القضايا في النقاش، أتينا على كثير من القضايا المهنية المرتبطة بقانون المهنة في النقاش، وخلصنا في كثير من الأحيان إلى خلاصات متوافق حولها، وبعض الأمور بقيت عالقة جزئيا إما في الصياغة وإما في إجراء من الإجراءات، لكن بعض المواضع ظلت بدون توافق، بعض المواضع ظلت بدون توافق، ليس في خلاف، ولكن أخذنا وأعطينا لأنفسنا وقتا للتداول بشأنها معكم زميلاتي زملائي المحترمين ومع غيركم من المحامين، علنا نهتدي إلى ما ينبغي أن يكون عليه الأمر بخصوصها. هذه المواضع التي لا زالت عالقة ولا أخفي سرا هي المتعلقة بالمجلس الوطني للمحاماة تسمية وهيكلة واختصاصات، لا زالت عالقة بأكملها، وأقول لكم منذ الآن تحت رقابة السيد النقيب رئيس السيد وزير العدل في هذا الموضوع، يقول أن إحداث المعهد المجلس الوطني من عدمه أمر موكول لتقديركم السادة المحامين، إذا أردتم نتحدث فيه نحدثه، وإذا كان لكم رأي غير ذلك نحذفه من المسودة ومن المشروع القانون، وإذا قررتم أن يكون فلكم أن تقدموا لنا صيغة من الصيغ لإرساء قواعده، تكون أرضية للنقاش معنا. النقطة الثانية التي لا زالت عالقة هي المتعلقة بتحرير العقود، التي سأفصل لماذا بقيت عالقة. النقطة الثالثة التي بقيت عالقة بيننا هي المتعلقة بتوسيع مجال عمل المحامي، أي الاحتكار باقتراحات منا لم تلقى لا رفضا ولا قبولا من طرف وزارة العدل، وخلينا نشوف الصيغة التي يمكن أن نجود فيها النص. النقطة الرابعة هي المتعلقة بالوكالة، الوكالة وكالة المحامي في صيغتها، في شكلها، في مراحلها، كيفية وضعها، وحتى هي غنفصل فيها شوية، واحد نعطي فيها واحد الحيتية أو جوج. والنقطة الأخيرة هي مسطرة التأديب، أجرأت أي تدخل النيابة العامة ودور النيابة العامة في مسطرة التأديب. هذو خمسة نقاط تنعتبرهم أساسيين وجوهريين في القانون. من التاريخ ديال 20 يناير 21 يناير إلى اليوم عقدنا ثلاثة أو أربعة الاجتماعات. أنا أقدم إفادات وليس آراء، أنا دوري اليوم أن أقدم إفادات لزملائي المحترمين وليس آراء، سأحتفظ برأيي الشخصي لمكانه ومجاله، لكن الآن أقدم الإجراء الأجراء فقط. إذن هذه المواضيع الخمسة عقدنا بشأنها أكثر من اجتماع ديال مكتب الجمعية، سواء بالرباط أو تطوان، لعله ثلاث اجتماعات منذ ذلك التاريخ أو أربعة، ولنا موعد إن شاء الله يوم الاثنين المقبل للحسم في هذه المواضيع مؤسساتيا. حسنا فعلتم، لأن هذا تيجي ليلة عقد اجتماع مكتب الجمعية، بمعنى أن هذا اللقاء اليوم
لن يكون إلا مفيدا، تنشكر السيد الرئيس، لن يكون إلا مفيدا لنا في مناقشتنا طيلة يوم الاثنين المقبل إن شاء الله. عندنا اجتماع من 10 الصباح ومتفقين بأننا ما نخرجوا وما نساليو حتى نكونوا حددنا واتوافقنا على صياغ ديال هذا الموضوع. أكثر من هذا، في الأجراء طلبنا منذ 20 يناير من السادة النقباء والسادة أعضاء المجالس بقرار منهم وبتذكير من رئاسة الجمعية أن يعرضوا هذه المواضع على مجالسهم وأن يأخذوا فيها آراء واضحة بعد المناقشة، يديروا ندوات، يكتفيوا بالمجالس، يتصلوا ببعض المهتمين من الزملاء، بعض اللي يمكن لهم يزودهم بآراء. وهذا الوقت عطيناه لروسنا باش حيت الهيئات تكون عندها وجهة نظر واضحة. درنا لجينة التي تجمع هذه المقترحات كلها ديال الهيئات، مشكلة من نقيبين حاضرين معنا، النقيب عدنان والنقيب البصراوي ونقيب أكادير النقيب خليل، لاستجماع ملاحظات الهيئات ووضعها لمكتب الجمعية في ورقة تركيبية تكون أرضية للمناقشة داخل مكتب الجمعية، وهو ما نعول عليه يوم الاثنين. أتمنى أن تكون اللجينة قد أعدت ورقتها، لا يفصلنا عن الاجتماع إلا 36 ساعة. بعد هذا أكيد أننا نكون تحملنا وحملنا أنفسنا بآراء واضحة في المواضيع الخلافية، في هذه المواضيع المهمة اللي هي لا زالت عالقة، وأنذاك سنعقد جلسات حوارية أخرى مع من يجب في وزارة العدل للمذاكرة بشأن هذه المواضيع العالقة. بغيت نقول لكم كذلك زملائي المحترمين أمرين في حضرة السيد كاتب الأول والسادة النقباء والزملاء والرؤساء. أما الأمر الأول فهو أن رأي وزارة العدل في هذه المواضيع الذي سمعناه كثير من آرائها في هذه المواضيع لم يكن رأيا فقط لمديرية من مديريات الوزارة، بل هو ما تم استجماعه من جميع المعنيين بالتشريع وبقانون مهنة المحاماة، وأخص بالذكر السلطة القضائية والنيابة العامة، بحيث كانت تعرض علينا أثناء المناقشة بعض الآراء ديالهم التي تتعني الوزارة، ما تتعنينا احنا، تعني الوزارة لكن تعتمدها في الحوار وفي المناقشة. أما الأمر الثاني، وأنا أعتقد بأنه ما يمكن شيء يكون فقط غير هاد جوج المؤسسات، كاين لابد أن كاين مشاورات هادشي تحت رقابة السيد الكاتب الأول الوزير اللي كيعرف هادشي بأنه كاين قطاعات أخرى حكومية لا شك أنها طلب رأيها في هذا الموضوع، لأن احنا راه مهنة المحاماة بامتداداتها الأفقية في المجتمع المغربي، في جانبها الحقوقي، في جانبها التدبيري، في جانبها المالي، في جانبها في جميع الجوانب، ومرتبطة خصوصا لما أتحدث عن المالي ما يرتبط خصوصا بإحداث معهد التكوين اللي كما تعلمون عنده كذلك واحد الإعداد أفقي يهم التعليم ويهم مهنة المحاماة ويهم المالية ويهم وزارة العدل، بحيث عنده واحد التدبير اللي بلا شك الوزارة ما غيبش عليها هذا الشيء. أنا أستحضر أقول بأنه ذاك الكلام اللي كتقولنا ماشي من عنديتها وحدها، بل هو بمشاورة مع من يجب أو ما هو معني في هذا الموضوع. وأنا أتحدث في موضوع، سمحوا لي الأفكار أنا ديالي ما كتبت، أنا تنتحدث مع خوتي ومع اللي كبير، الأب ديالي واللي قريني خويا واللي صغير ولدي ولا بنتي، أنا أتحدث داخل العائلة ديالي. قلت بأنه وأنا أتحدث في موضوع مع التكوين، أعتبر شخصيا بأن أكبر مكسب، كاين مكاسب أكيد خصنا ندافع عليها، ولكن المكسب الجديد الذي يتعين أن نرعاه وأن نحتاط في إعداده وأن نحتاط في صدقية تنزيله، وأمر مهم هو مع التكوين في قانون المهنة. هذا القانون يتعين أن يشمل في تقديري إخراجا
سليما لمعهد التكوين يستجيب لطموحات المحامين ولما كنا ننادي به دائما في ندواتنا وفي مؤتمراتنا بشأن التكوين. وأنا أتحدث عن التكوين. لابد أن أشير إلى أنه كان واحد النقاش في ذاك المشروع ديال اللي اطلعت عليه ديال مسودات القانون ديال المهن القانونية والقضائية. القضائية والقانونية اللي داروا لنا قانون واحد درنا فيه هذا. حنا قدمنا مقترح ما نعرف رأيكم فيه. أنا شخصيا قدمته بعد ما استشرت مع بعض الإخوان مع وزير العدل. قلت هذاك القانون ديالنا حنا ديال المعهد نفصلوا على المشروع اللي فيه المهن القانونية والقضائية اون لانتيغر في قانون مهنة المحاماة. ندخلوه في قانون مهنة المحاماة. بحال داك الشيء ديال اللي درنا بالنسبة للقانون ديال الشركات المدنية المهنية. يكون جزء مكمل لقانون مهنة المحاماة ومستقل عن هذا على الأقل في الإطار التشريعي ديال. وأنا أتحدث عن التشريع يجرني الحديث إلى ما يلي. إن شاء الله فاش نساليو. أنا كل أمل بأننا ما ننتهي إليه كمحامين من وجهة نظر أن يجد دعما من زملائنا المحاميات والمحامين بمجلس النواب وأن يجد دعما من المكونات السياسية وقد تحدث عن ذلك قبل قليل السيد الكاتب الأول ونعول لأنه من بعد ما نساليو هذا الجانب المهني الصرف لنتحدث فعلا الاستقلالية نتحدث عن الحصانة نتحدث عن توسيع مجال العمل نتحدث عن التكوين نتحدث عن كثير من المواضيع لابد أن تتم مواكبته بآلية مهنية بتنسيق مع المستويات السياسية المطلوبة بغض النظر عن كونها من الأغلبية أو من المعارضة. احنا محامون ديال المغرب ومن في المعارضة اليوم قد يكون في الأغلبية ومن في الأغلبية قد يكون في المعارضة. أبستراكسيون فات ديال هذا الموضوع. وآمل في اجتماع إن شاء الله مع السيدات والسادة النواب والمستشارين المحامين بعد ما ننتهيوا من الإعداد نعرضوا عليهم هذا الشيء ونطلبوا منهم يكونوا هما لسان حالنا داخل المؤسسة التشريعية متى تطلب الأمر ذلك. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر لأنني ربما خديت أكثر من الوقت ديالي خاصة وأنني خصني نسمع كما قال السيد الكاتب الأول أكثر ما نهضر وأنا جاي نسمع في الحقيقة ولكن كان لابد من هذه المعطيات الأولية. في الأخير بغيت نتمنى هذه المبادرة ونشكركم السيد الرئيس السيد نقيب البصراوي الحضور الكريم زميلاتي زملائي وأسمحكم على الإطالة وعلى ربما ما قد يكون اعترى عملنا خلال هذه الفترة من تقصير ولكن أكيد أننا نتقاسم همكم نتقاسم الهموم منذ وطأت أقدامنا هذه المهنة وسنظل على هذه الحال بغض النظر عن المواقع التي نتداولها جميعا والتي قد يكون غيرنا فيها غدا ونحن واعون تمام هذا الوعي إن شاء الله. هذا المنطق وهو المفروض أن يسود بيننا. شكرا لكم.